التليفون. ام كريم، السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام السلام ورحمه الله ورحمه الله وبركاته، وبركاته. اتفضلي. انا كنت عايزه اسال الشيخ سؤال. انا توفى ليا ابني، استاذنك تعلي صوتك بس شويه. انا توفى ليا ابني الله يرحمه. من سنه وشهرين. كان قد ايه هو؟ توفى قبل عيد ميلاده من 15 سنه، كان يعني هيتم، 14 سنه. كان عنده 14 سنه. اتفضلي. أنا هو ابني الوحيد، ما عندي غيره. أنا بس بسأل الشيخ إزاي أقدر أتصبر. يعني أنا ببقى كويسة جدا وفجأة بلاقي نفسي بعمل حاجات كتير علشانه، بس ساعات بحس إن أنا تعبانة الله يعينك ويصبرك. مش عارفة أعمل إيه. يعني حاضر عايزة الشيخ يجاملني يقول لي حاضر أعمل إيه. حاضر حاضر حاضر، تبين حضرتك، ربنا يعينك يا رب ويصبرك. طيب نرد على أم كريم الأول. طب ارد اقول ايه؟ ربنا يصبرها. بس ما عنديش حاجة اقولها لك الا كده. عايز اقول لك بشرى ان هو ينتظرك على باب الجنة زي ما بشرك النبي صلى الله عليه عليه وسلم. الصلاة والسلام. فكل ما قلبك يشتاق ويحن، وما اقدرش اتكلم في كده لان مهما قلت لك هضحك عليك، لان ستنا خديجة رضي الله عنها وارضاها، وهي من هي؟ هي التي أقرأها ربنا السلام من فوق 7 سماوات. جبريل نزل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له السلام يقرئك السلام ويقول لك أقرئ خديجة من الله السلام. فمرة قاعدة بعد ما مات ابنها القاسم بكت، فحضرة النبي بيقول لها ما يبكيك يا خديجة؟ قالت حنت لبينة القاسم يا رسول الله. حنت لبينة القاسم، أصعب حاجة في الدنيا طبعا، وأصعب وأشد طبعا. ابتلاء، يعني ربنا ما يبتلي فنزل على حد. جبريل وقال له يا رسول الله السلام يقرئك السلام ويقول لك كل خديجة إن الله أوكل بالقاسم مرضعة ترضعه في الجنة، لو شاءت خديجة أن تراه لأراها الله إياه. قالت خديجة بلسان الصابرة المحتسبة بل صدق الله وصدق رسول الله. فأنا بقول لحضرتك دايما استرجع كتير، قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، واستغفر كتير، وإن شاء الله ربنا يعطيك خيرا منه ويبدلك خيرا منه زكاة وأقرب رحمة إن شاء رب العالمين. وإن شاء رب العالمين يستقبلك على باب الجنة وتكوني في شفاعته أمين يوم القيامة. أمين يا رب. طيب.